السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الجديد الرسام. أحب أعرفكم بنفسي، أنا الرسام صابر جنيدي. إن شاء الله هنتعلم مع بعض الأطفال، هنتعلم نرسم شخصيات كتيرة من خلال الأشكال الهندسية، وأي حاجة في الدنيا نقدر نرسمها من خلال الأشكال الهندسية. تمام؟ يا ريت أي أب وأي أم بيشوفنا دلوقتي يحضر سكتش ويكون معاه الأولاد، ونبدأ نتابع مع بعض إزاي نكون من خلال الأشكال الهندسية، نكون أي شخصية، أي رسمة، أي حاجة قدامنا نقدر ننفذها من خلال الأشكال الهندسية. هنبدأ مع بعض رسمة، هنبدأ بشخصية، مثلا نبدأ شخصية الفيل. ازاي نكون شخصيه الفيل من خلال الاشكال الهندسيه؟ طبعا الاشكال الهندسيه كلنا عارفينها، اللي هي الدوائر، الشكل البيضاوي، الشكل المعين، المثلث، المستطيل، المربع. هنشوف مع بعض هنقدر نكون شخصيه الفيل بثلاث اشكال مختلفه، ثلاثه منظور مختلف. تمام؟ نبدا باول شكل مع بعض. هنبدا نعمل دايره صغيره، تمام، وتحتها كده دايرة تاني متداخلة كبيرة. كده كوننا دايرتين متداخلين مع بعض. هنبدأ نمسح الجزء ده، تمام. هنبدأ نعمل هنا في اليمين شكل بيضاوي، وهنا في الشمال شكل بيضاوي، تمام. هنبدأ نعمل هنا مستطيل بالطول كده. كده احنا من دايرتين واتنين شكل بيضاوي مع اتنين مستطيل بدأنا نكون البودي بتاع شخصية الفيل. تمام؟ في اجزاء هنبدأ نمسحها زي كده اللي هي متداخلة مع الشكل البيضاوي، وهنا نفس الكلام. تمام؟ هنبدأ نعمل هنا دايرتين صغيرين. تمام؟ نعمل النن بتاع العين بقى على حسب النظرة نفسها، بنحط الدايرة الداخلية. لو باصص شمال بنخليها شمال، لو باصص يمين بيخليها يمين. ده بيحدد معانا اتجاه نظرة الفيل. تمام؟ بنبدأ نعمل هنا خط كده منحنى كده، ونمسح الجزء ده، ونعمل زلومة الفيل. تمام؟ هنبدأ نيجي على الجزء اللي تحت، هنعمل زي جزء نص مستطيل كده. ده بيظهر لي الرجلين الخلف اللي هي في الخلفية، لأن ده منظور أمامي، أكن الفيل باصص لي من قدام. تمام؟ بنبدأ نعمل الجزء ده كده منحنى، ده إيه؟ الديل بتاع الفيل. تمام؟ وبنمسح الجزء ده عشان يظهر لي من قدام اتجاه الفيل. كده عملنا بشكل مبسط جدا من مجموعة دوائر مستطيلات شكل بيضاوي، قدرنا نكون شخصية الفيل بشكل بسيط جدا للأطفال. هنبدأ ناخد مع بعض اتجاه تاني أو شكل تاني لمنظور الفيل. هنبدأ ناخد برضو دايرة صغيرة كده، تمام، وهنا هنعمل شكل بيضاوي متداخل مع الدايرة. تمام؟ هنبدأ نمسح الجزء ده مع بعض كده، تمام، ونعمل شكل بيضاوي في المنطقة دي ما بين الدايرة والشكل البيضاوي الكبير، ونعمل كمان شكل بيضاوي في الشمال. تمام؟ هنعمل هنا كمان مستطيل زي ما عملنا هناك في الشكل التاني، مستطيل بالطول، تمام، وجنبه برضو نص الشكل المستطيل عشان يديني الشكل الرجل من الاتجاه الخلفي. تمام؟ بنبدأ نمسح الأجزاء دي، نفرغها كده. طبعا احنا لو شغالين بالسكتش هنمسح الكلام ده بالاستيكة. تمام؟
وابدا اظهر الجزء بتاع الودان، وابدا اعمل هنا ايه الدايرتين دول اللي هم بتوع العين. هنعمل اتجاه العكس عشان نعرفكم اتجاه النظرة يمين او شمال، التانية كانت العكس. تمام، ببدأ انزل كده بمنحنى دوران بسيط، وابدأ اعمل برضو ايه زلومة الفين. تمام، ممكن الجزء ده كده يتعمل البق، ودي انياب الفيل. تمام، بشكل مبسط جدا قدرنا نوصل لشكل اخر بالنسبة لشخصية الفيل بمنظور مختلف. تمام، بنبدأ نفرغ الجزئية دي كده. تمام، والحتة دي مثلا نعملها دوران. تمام، معانا اتصال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله الله ينور يا فنان. ربنا يخليك، بس كنت تسلم عايز لي. استفسار، استفسار بس بعد اذن حضرتك. اتفضل يا فندم. دلوقتي الطفل يتعلم من كام سنة؟ يعني مثلا عندي عمار عنده 4 سنين، ينفع يفهم الكلام ده دلوقتي ولا لسه عليه شوية؟ والله حضرتك هو الرسم بيبدأ من أول، من بداية ما الطفل يبدأ يستوعب. مجرد ما هو بدأ يشخبط في الكراسة دي بداية الموهبة. مجرد ما عمل دايرة، عمل أي شكل حتى من خياله أيا كان، بسيط أو شكله مثلا مقبول أو كده على حسب يعني درجة الموهبة عنده، دي بتبقى بداية الموهبة. فهي تمام. بداية ما يبدأ يستوعب يعني إيه قلم ويعني إيه ورقة. تمام، شكرا، وبرنامج جميل وما شاء الله، يا ريت تستمر يعني عشان اطفالنا تتعلم من حضرتك يعني. إن شاء الله يا فندم هنتابعنا في الحلقات القادمة بإذن الله. نرجع مع بعض تاني. نبدأ نعمل شكل تاني للفيل. ممكن هنشتغل في الجزء ده، هنعمل برضو دايرة بس هنعكسها بقى العكس عشان نعرف ازاي نرسم الفيل باتجاه معين، ونبدأ نقلبه عكس عكس الاتجاه، اكن اتنين افيال مع بعض بيبصوا لبعض. تمام، ممكن نعمل هنا برضو شكل بيضاوي. ممكن نعمل الودن بتاع الفيل بشكل تاني، بشكل اخر. اي تمام، معانا اتصال تاني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا فندم. ازيك يا استاذ؟ اهلا وسهلا بحضرتك. ازي حضرتك يا باشا؟ الحمد لله تمام. الله ينور عليك والله. ربنا يخليك، تسلم لي. احنا اصلا بنستفيد من حضرتك. ربنا يخليك يا رب، يجعلنا ان شاء الله نفيد الاطفال ونعلمهم الموهبة الجميلة دي. ربنا يخليك وربنا يقدرك، وان شاء الله في رسومات احسن من كده باذن الله. باذن الله هتتابع معانا حضرتك وهتشوف حاجات كتيره جديده في الفتره اللي جايه ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك يا استاذ. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. تمام، اتصال تاني. تمام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ اهلا اهلا وسهلا بحضرتك. الو، ايوه معاك يا فندم. مين معايا حضرتك؟ ماشي، الاتصال قطع. نكمل مع بعض. بنقدر نعمل عفوا، بنقدر نعمل الودن بتاع الفيل بشكل اخر، اللي هو مثلا هنعمل جزء كده، نشد خط كده ونبدأ نعمله بشكل منحنى كده. تمام، هنبدأ برضو نعمل العين هنا كده. تمام، وبرضو نفس الشكل المستطيل اللي بالطول، نفس الموضوع. تمام، ونبدأ نمسح الجزء ده والجزء ده. تمام، الجزء ده. تمام، ايه معانا اتصال تاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا سالم الحسيني من الجيزة.
اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. الوقت انا عندي بنتي عايز اعلمها الرسم. تمام يا فندم، تمام يا فندم. حضرتك تنورنا في الاكاديميه ان شاء الله، وباذن الله نعلمها الرسم وننمي موهبتها وان شاء الله تبقى فنانه جميله. يعني انا شايف الطريقه سهله يعني وبسيطه جدا يعني. ايوه يا فندم، الحمد لله احنا من خلال الاشكال الهندسيه بنعلم الطفل بطريقه مبسطه ان هو يقدر يرسم اي شكل هو عايزه في خياله او شايفه قدامه على حسب ما يتخيل. يعني ممكن يتعلم يرسم الاشخاص برضو؟ ايوه يا فندم، ودلوقتي معايا ابني مهند الرسام الصغير، ان شاء الله هيرسم معايا، هيبدا يعمل حاجات معايا دلوقتي، وتابعني يا استاذ سالم ان شاء الله، وباذن الله بنتك تستفيد، وان شاء الله باذن الله تنورنا في الاكاديميه، وباذن الله تحت امر حضرتك يا فندم. نكمل مع بعض الرسم. هنعمل هنا بقى موضوع الديل برضو نفس الحكايه. هنتابع مع الطفل مهند صابر اللي هو الرسام الصغير، هيعمل معانا شكل من الاشكال اللي احنا عملناها دلوقتي. هنكمل بس هنا ايه زلومه الفيل عشان يبقى ايه الشكل متكامل معانا وكده. خد يا مهند، اعمل اختار شكل من الاثنين هتنفذه قدامك على السبورة. يلا تمام، ابدأ بقى فرغ الأماكن اللي احنا اتفقنا عليها ومسحناها قدامك، مسحناها مع بعض. يبقى الجزء ده كده، الجزء ده كده، والجزء ده كده، تمام، والجزء ده، والجزء ده. ماشي، يلا ابدأ اعمل العينين بقى. النن بتاع العين اتجاهه يا يمين يا شمال. برافو عليك، تمام. اعمل المستطيلات بقى بتاع الرجل. زي ما انتم شايفين حضراتكم، الطفل بيستوعب بشكل جميل، ان هو بيلاقي طريقه سهله جدا ان هو اي شخصيه قدام منه بيقدر ينفذها بشكل بسيط جدا من خلال الاشكال الهندسية. ماشي، كمل يا مهند. اعمل بقى الرجل الخلفية اللي هي الجزء النص ده. تمام، الجزء اللي بعدها. ايوه، يلا امسح بقى الحتة دي كده زي ما مسحت انا فوق. تمام، ايوه، امسح الخط ده بالظبط، امسح الحته دي كده ولفها دوران كده خفيف زي الحته دي كده. تمام، نعمل الديل. برافو عليك، تمام. نعمل بقى الزلومه بتاع الفيل كده منحنيه زي ما انت شايفها كده. لا، بنجيبها بقى ايه مع بعض كده، عريضه من فوق واسعه كده من فوق ورفيعه من تحت زي ما بتشوف الفيل على الطبيعه. تمام، ابدا هنا من العريض، هنا من هنا. ايوه، انزل كده واحده واحده على ايه، على الرفيع كده. ايوه، اعمل بقى اللفه بتاع الزلومه كده. تمام، وزي ما شايفين حضراتكم طريقة مبسطة جدا عن طريق الأشكال الهندسية بنقدر نوصل زي ما قلنا لأي شكل. الفيل، الزرافة، كل الحيوانات وحتى البني آدم نقدر نرسم تكوينة البني آدم كوش أو جسم، كل أعضاء الجسم تقدر تكوينة الجسم نفسها نقدر نرسمها من خلال الأشكال الهندسية.
تمام. احنا ممكن هنعمل نموذج تاني برضو عشان الاطفال معانا يشوفوا اكتر من شكل لاكتر من شخصية. تمام. لو حبينا مثلا نرسم، لو حبينا مثلا نرسم الدب، شخصية الدب برضو بثلاث اشكال مختلفة، هنشتغلها برضو من خلال الدوائر زي ما اتفقنا. هنبدأ نعمل دايرة برضو وشكل بيضاوي، تمام، وهبدأ أمسح الجزء ده زي ما تعودنا الأشياء المتداخلة بنمسح جزء منها عشان نظهر الجزء اللي احنا هنشتغل فيه، وباخد دايرة كمان هنا، دايرة جوه الدايرة، تمام، وببدأ أخد دايرتين العين يمين وشمال وأبدأ أعمل هنا شكل بيضاوي وهنا كمان شكل بيضاوي، وابدا امسح الجزء ده افرغ شكل الوش من اللي هي الخطوط المتداخله. هبدا اعمل كمان دايره صغيره هنا ونظره العين زي ما اتفقنا، يا يمين يا شمال يا في النص، على 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 حسب نظره الشخصيه اللي قدامي بتبص لايه. تمام. بنبدا نعمل هنا البق كده، وهنا منطقه البطن، هنا شكل بيضاوي وهنا شكل بيضاوي وهنا نفس الكلام شكل بيضاوي. الاشكال الشكل البيضاوي والدايره اكتر شكلين بيساعدونا جدا لانه فيهم منحنيات ودورانات وخطوط فيها منحنيات. تمام. هنبدا نعمل الشخصيه دي كده، عايز هنعمل بقى الصوابع بتاعتها كده نفس الكلام، وهنا هنمسح الجزء ده برضو وبرضو نفس الكلام الصوابع. تمام. دي ده شخصية الدب من النظرة من اللي هي الأمامية. تمام. تعالوا نجيب نفس الشكل بالنظرة الجانبية. تمام. بعمل برضو نفس الكلام، دايرة، بس طبعا الدايرة اللي في النص هنا عشان هو هنا باصص قدام لازم أن تبقى في النص، لو هيبص بشكل جانبي الدايرة هتبقى هنا متصلة مع الدايرة الكبيرة. وهبدأ أمسح الجزء ده كده وأعمل هنا دايرة صغيرة اللي هي لازم أن تبقى بارزة لبره كده لأن ده شكل جانبي غير الشكل الأمامي. تمام. وأبدأ هنا أعمل البق وأعمل العين وأبدأ أعمل الشكل البيضاوي بتاع الودن، وبرضو بس هنا بقى الشكل الودن التانية هتبقى جزء صغير لأنها هتبقى من ورا الودن اللي هي الكبيرة اللي ظاهرة في الأمام في المقدمة. وهبدأ هنا برضو أخد شكل بيضاوي وأمسح الجزء ده. تمام. وأبدأ أعمل برضو شكل بيضاوي هنا وأمسح الجزء ده وأخد الرجل التانية جزء من الشكل البيضاوي ورا الجزء ده عشان يبان لي المنظور ويبان الرجل اللي قدام شكلها ايه والرجل اللي ورا هتبقى شكلها ايه. هنبدأ ناخد جزئية البطن هنا برضو وهنا شكل بيضاوي وهنا جزء من الشكل البيضاوي عشان يبين الايد من الناحية التانية. تمام. كده احنا عملنا الشكلين اهم، شكل بشكل منظور امامي وشكل بشكل منظور جانبي. هنا احنا ممكن نعمل بقى شكل تاني اللي هو ممكن نخلي شكل الدب ازاي بيبقى وهو قاعد، هيبقى نفس الشخصية اللي هي الاولانية بالظبط، وادي الدايرة اللي هي بتاع البق، المناخير، البق، العينين، وامسح الجزء ده برضو، وادي شكل. هنا بقى نحاول ان الشكل هنا بيضاوي هيبقى دايره عشان هو المفروض ان هو قاعد بيبقى المساحه المسافه دي قصيره شويه. تمام. ببدا اخد بقى شكل بيضاوي كده، شكل بيضاوي كده، هنا الرجل هيبقى شكل البيضاوي هيبقى كده والشكل البيضاوي التاني كده، وابدا امسح الجزء ده. تمام. وهنا الجزء ده، هنا ابدا اعمل دايره دايرة بان لي
شخصية الدب بثلاث أشكال مختلفة بنقدر نكونهم من خلال الأشكال الهندسية بطريقة مبسطة جدا للأطفال. وأتمنى إن الناس يعني اللي بتشوفني دلوقتي يكون معاها سكتش أو ورقة أو قلم وينفذوا الكلام ده، هيساعدهم جدا وهيخلوا الأطفال يتعلموا بطريقة سهلة جدا بدون مجهود، وهيحبب الطفل في الموهبة قوي لما يلاقي طريقة سهلة بالشكل ده تديله أي حاجة في خياله يقدر ينفذها زي ما قلنا. تمام، ناخد برضو. طب نخلي مهند يرسم الشخصية دي برضو، يا ريت أطفالنا يركزوا معاه عشان طبعا الأطفال اللي من سنه ما يشوفوه كده هيحسوا أكتر إن الطريقة سهلة. يعني ابدأ اعمل الدايرة الصغيرة مش كبيرة قوي كده، ماشي، امسح الجزء ده كده، اعمل بقى كمله. تمام، خد الشكل البيضاوي كده، وامسح يلا الجزء ده كده. منطقة الدايرة بتاع البق، تمام. تمام، هات اخد لك دي عشان عالية عليك، وادي الشكل البيضاوي بتاع الودن، وهنمسح الجزء ده. تمام، ماشي، يلا اعمل بقى الرجل شكل بيضاوي، رجلين جنب بعض هنا. تمام، طبعا الموضوع هيفرق معانا كتير واحنا بنرسم على السكتش غير السبوره. السبوره طبعا بيبقى ملمسها ناعم، فدي بالنسبه لكم في للشرح بس، وكويس برضو ان مهند قدر يوصل للشكل ده، لكن لو رسم في السكتش هيبقى الطريقه احسن وافضل يعني. تمام، ماشي، ماشي، امسح الحتة دي صغيرة واعمل الصوابع. تمام كده، ونبدأ زي ما قلنا العينين عشان انت مش هتطولها اهي كده. بنبدأ نوصل لشكل الدب بالطريقة اللي شفناها مع مهند وهو بيرسم. كملها، هنمسح بقى ونشوف حاجة شكل تاني. احنا من خلال الاشكال الهندسية ان شاء الله هنقدر نرسم اي حاجة. الكون كله عبارة عن اشكال هندسية، الكون كله احنا شايفينه كده، اي حاجة في الدنيا احنا شايفينها بتبقى عبارة عن شكل هندسي. فاحنا من خلال الاشكال الهندسية نقدر نرسم كل حاجة احنا متخيلينها. يعني احنا لو بدأنا مثلا، هديكم نموذج سريع على الوش، وش الانسان البني ادم من خلال دايره وشكل بيضاوي اقدر ارسم وشه بشكل بسيط جدا، مبسط جدا. يعني ادي الدايره اهي، تمام، وادي الشكل البيضاوي اهو. تمام، هبدا امسح الجزء ده كده، تمام، واخد خط كده واقسم الدايره دي على ثلاث اجزاء، على ثلاث أجزاء كده، تمام، وأبدأ هنا المنطقة دي أبدأ أقسم هنا نصين، وأبدأ هنا أخد جزء الحواجب في المنطقة دي كده، وأبدأ أخد الجزء التاني في المنطقة دي كده. دي حاجة عامة طبعا للأطفال والكبار الجزئية دي بالذات يعني. والعين، وأبدأ أخد من فوق الخط ده كده الجزء بتاع المناخير كده مع الجزئية ديك، وابدأ اخد هنا منطقة البق. تمام، ابدأ هنا بقى احدد عايز المنطقة دي كده اروح ظابطها مع بعضيها
المنطقه دي اروح ظابطها مواعيدها وابدا امسح الزيادات الهوامش اللي هي اللي كانت جوه اللي انا اشتغلت عليها. تمام، هبدا الجزئيه ما بين الجزء اللي في النص ده، هنزل شويه كده واعمل الاذن، وهنا نفس الحكايه. طبعا ده شكل كده سريع ملوش ملامح معينه، مش شخصيه معروفه او معينه، بنبدا بس نقرا بخطوات بسيطه ازاي نجيب ملامح الوش بطريقه سهله جدا. هبدا منطقه الشعر مثلا، هروح اعملها كده كده زي ما انا عايز واعملها، عايزها مثلا بنت او واحده ست، ببدا الغي المنطقه دي طبعا كده وابدا اعمل لها ايه كده زي ما انا عايز على حسب الملامح اللي انا عاوزها، وابدا اعمل اي شكل انا عايزه. ده شكل سريع كده ان احنا نعرف ازاي بخطوات بسيطه نقدر نوصل لشكل الوش. طبعا عشان نجيب الوش بملامح طبيعيه او ملامح شخص معين، في اكتر من طريقه ان احنا نقدر نطلع الصوره اللي قدامنا تيبيكال زي اللي قدامنا بالظبط بنفس الملامح يعني. تمام، هنيجي مثلا شخصيه برضو شكل تاني، مثلا ممكن نعمل شكل البطه. هندي نماذج سريعه كده لكل شكل طير او حيوان بحاجه خفيفه كده سريعه. يعني مثلا عايز اعمل البطه، بعمل شكل بيضاوي كده وبعمل دايره كده، بمسح الدايره دي كده الجزء ده كده وببدا اخد شكل بيضاوي هنا. تمام، وهنا برضو شكل ايه بيضاوي، ابدا امسح الجزء ده كده واخد دايره هنا للعين ودي كده وابدا اعمل. تمام، معانا اتصال. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، معاك يا فندم. حضرتك احنا بنشكر حضرتك على الحلقات اللي انت عملتها دي، يا ريت تتكرر كتير. ان شاء الله يا فندم هتتكرر باذن الله مع حضرتك. يا ريت تعملوا حلقات من نوع خاص لرسم الاطفال، لان احنا مفتقدين الحاجات دي بقالنا كتير. تمام، ان شاء الله باذن الله يا فندم هتتابعوا معانا وهتشوفوا حاجات كتيره جدا. ايه، في اي سؤال هتقوليه حضرتك يا فندم؟ ينفع يعني نعمل الاطفال من سن كام، نعلم الاطفال من سن كام؟ والله حضرتك يا فندم، الطفل مجرد ما بيبدا يشخبط في الكراسه او يعرف الورقه، يتعرف على الورقه والقلم، نقدر نبدا معاه من السن ده ونبدا ننمي الموهبه جواه من خلال الطريقه البسيطه اللي احنا بنتعلم بيها الاشكال الهندسيه زي ما حضرتك شفتي. وان شاء الله باذن الله تتابعي معانا حضرتك، وان شاء الله هيستفادوا كتير قوي يعني. ماشي يا فندم، نكمل مع بعض. دي شكل البطه بشكل مبسط جدا زي ما اتفقنا، ونجي هنعمل لها الرجل. رجلها كده عباره عن شكل منحنى كده بسيط، ونعمل الرجل التانيه كده. تمام، ده شكل بسيط للبط. معانا تليفون تاني. ايوه يا فندم. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، مع حضرتك، اتفضل. طريقه رسمك وسهله قوي، ربنا يخليك يا حبيب قلبي، ربنا يخليك. ان شاء الله نجي لك بقى في الاكاديميه بتاعتك. ان شاء الله يا حبيبي تنور، وباذن الله هتستفاد معانا كتير قوي. زي ما انت شايف الطريقه سهله جدا، واي حد ممكن يستوعبها ويتعلمها بسرعه يعني. ماشي يا فندم، نكمل مع بعض الرسمه. هنعمل، لو حبينا نعمل بقى رسمه الوزه، هنعمل نفس الكلام، شكل بيضاوي، وهنا هتبقى في دايره صغيره. فرق كتير ما بين البطه والوزه بالنسبه للشكل بس. ناخد اتصال تاني. استاذ عبد الهادي معاك. الو،
يا فندم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم، اتفضل. ألف شكر يا فندم على كات الجميلة اللي حضرتك بتعملها دي والله العظيم. ربنا يخليك يا فندم، تسلم لي. وطبعا حاجات بتعرفنا حاجات أساسيات شغل الواحد بيتوه عنها كتير طبعا وما بيعرفش يجيبها ازاي أو يعملها ازاي. هي طريقة سهلة جدا يا فندم بالنسبة للطفل والكبار وكل الأعمار، حتى أنا في الأكاديمية بقبل كل الأعمار عندي بحيث إني أقدر أعلم أي سن إزاي يرسم أي حاجة هو عاوزها بشكل مبسط جدا، وكل يستفاد بإذن الله يا فندم. ألف 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 شكرا يا فندم لحضرتك. اتفضل يا فندم، شكرا. أيوه مين؟ أيوه معايا. ايوه هبه معايا، اتفضلي. الو هبه معايا؟ معايا ولا قفلت هبه؟ ماشي، الاتصال قطع، نكمل مع بعض. طبعا شكل البطه زي ما انتم شايفينها كده، قلنا هنعمل الوزه طبعا هنختلف، هيبقى الجزء البيضاوي ده لوحده والدوران ده فوق كده على الشمال، تمام؟ هبدأ بإن أنا أوصل الجزء ده كده والجزء ده كده، بدأت أعمل الرقبة بتاعت إيه؟ الوز. هبدأ أعمل مثلث كده طبعًا من الأشكال الهندسية اللي إحنا اتفقنا عليها، تمام؟ وأبدأ أعمل الجناح كده، أو عايز أعمل الجناح مفرود ممكن بقى نعمله كده. السلام عليكم يا دعاء، معانا تليفون. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. حضرتك انا عندي بنت عندها يعني في سنه ثالثه اعدادي، تمام. بتحب الرسم قوي، تمام يا فندم. فهي رسمها جميل قوي، يعني بتحب ترسم اشخاص بتاعه الكرتون وخصوصا دعسوكه، تمام. مش عارفه اعمل معاها ايه، يعني انا يعني بجيب لها كل حاجه بتخص الرسم، تمام. هو يا فندم زي ما انت شايفه حضرتك الطريقه مبسطه جدا من خلال الاشكال الهندسيه زي ما شرحنا، بنقدر نوصل لاي شكل احنا عايزينه، سواء شخصيات كرتونيه او حيوانات او طيور او بني ادم او تكوين منزل او شارع او اي حاجه في الدنيا، نقدر من خلال الاشكال الهندسيه نقدر نوصل لها. وفي الحلقات اللي جايه ان شاء الله هتقابلي حاجات كتيره هنرسمها مع بعض بنفس الشكل. ايوه الو، ايوه هبه معايا. الو ايوه يا فندم، مع حضرتك. ايوه تمام يا فندم. ايوه معاك يا فندم، اتفضلي. معايا هبه ولا قفلت؟ ايوه مع حضرتك، اتفضلي يا فندم. معاك ايوه يا فندم، اتكلمي. نعم يا فندم، الاكاديمية يا فندم في الكنترول هيقول لحضرتك العنوان، وان شاء الله هو الاكاديمية في الجيزة منطقة البراجيل، جنب موقف البراجيل بالظبط، اي حد هيوصل سهل جدا يعني. الو قطع الاتصال. طيب ماشي، نكمل مع بعض. معلش هنيجي نعمل هنا منطقه الجناح، اذا كان مفروض هيبقى كده. تعالي يا دعاء تاني، دعاء اللي محيرانه، اتفضلي يا دعاء. الشبكه عندك شكلها وحشه ولا ايه؟ ايوه لو سمحت، انا عايزه يعني هي في سنه ثالثه اعدادي، فهي بتقولي اخش ايه من الكليه، او يعني عايزه لما تروح الكليه اخش هل فنون ولا مجال تاني؟ والله يا فندم هي لو استمرت على الموهبه واتدربت كويس ونمت عندها موهبه الرسم، لازم ده يحصل عشان تقدر تخش فنون جميله او فنون تشكيليه او اي كليه او جامعات فنيه، لازم تبقى عندها القدرات ان هي تقدر تعمل، لان هناك القبول في الجامعات دي بيقبل من خلال اختبار القدرات، فمش اي حد بيبقى، حتى لو مجموعه اكيد برضه بيعملوا له اختبار،
فلازم هي تمرس ايديها وتتابع معانا ان شاء الله، يا اما تنورنا في الاكاديميه وتتعلم اساسيات الرسم وازاي تلون، وفي حلقات هتبقى عن تكوين الالوان وازاي ندرب الالوان وندمج الالوان ونشتغل بيها. يعني انا في مرسى مطروح، مش يعني ممكن اقدم لها في اي مكان؟ هو ممكن بقى حضرتك يا اما تتابعي الحلقات على اليوتيوب، يا اما تتابعينا هنا، لان لحد ما نعمل فرع بقى عندكم في مطروح ان شاء الله. باذن الله. فحضرتك ان شاء الله تابعي معانا في البرنامج بتاعنا هنا، وقناه على اليوتيوب اسمها قناه الرسام صابر جنيدي، لو حابه تتابعي حضرتك برضو هتستفيدي، وباذن الله بنتك هتتابع معانا وهتبقى ان شاء الله باذن الله في حاجه كويسه. مين معايا؟ اهلا رمضان. اهلا رمضان. رمضان على الابواب اهو. اتفضل معايا يا فندم. مع سيادتك الشيخ رمضان طاهر من قصير البحر الاحمر. اهلا بحضرتك يا فندم الفنان الشاعر. والله عموما اتفضل يا فندم معايا. الابداع والرسم والفن اذا كان محترم بيفيد في علاج امراض نفسيه كثيره. يعني انا بصراحه مبسوط بالكلام ده، لان احنا ايام ما كنا في الاعدادي والابتدائي كان في فصل كبير واستاذ محترم كان يعني يبدا في الحاجات دي، فالحاجات دي مش يعني هي ترفيه، هي علاج نفسي تمام. واحنا محتاجين للعلاج النفسي، لان اذا قدرنا نعالج الامراض النفسيه حينشا عندنا جسم سليم ممكن نقدم به حياتنا في سلام. وشكرا. شكرا يا فندم. طبعا الاستاذ او الحاج رمضان قال كلام برضو كويس. نفسية الطفل او الانسان عموما بتتأثر من الفن، من الرسم ومجال الفن في الرسم بالذات. الموهبة نفسها بتأثر على شخصية الانسان وشخصية الطفل يعني، فدي حاجة جميلة. وان شاء الله بإذن الله اللي بنعمله مع بعض بالاشكال وبالطريقة السهلة ديت يفيد الناس، وان شاء الله نبقى سبب في ان الناس تبقى في نفسيه كويسه باذن الله. وان شاء الله ونكمل مع بعض رسمه الوزه. طبعا هنا الدايره الصغيره مع البيضاوي مع تواصلهم مع بعض كده مع شكل الجناحين، فاحنا بنعمل هنا برضو شكل بيضاوي صغير ونقسمه نصين كده، وهنا دايره تمام. ده كده شكل الوزه، وده شكل البطة من خلال حاجات بسيطة جدا زي ما اتفقنا. ناخد شكل تاني، يعني احنا مثلا لو عم حبينا نعمل السلحفاء تمام، شكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده. احنا الشكل ده كده احنا يعني بحاجة بسيطة جدا قدرنا من شكل بيضاوي كبير وتلات اشكال بيضاوية باتجاهات مختلفة، واحدة في الشمال بزاوية كده بزاوية ميل، ودي بزاوية ميل الشمال شوية، ودي بزاوية ميل لليمين. بنقدر نعمل كده البودي او الشاسيه الخارجي للسلحفاء. نبدأ نمسح هنا ونمسح هنا ونمسح هنا تمام. مجرد ما عملنا دي كده وعملنا العين دي كده بقى وش السلحفاة. نبدأ نعمل الرجل البعيدة، وهنا الرجل البعيدة تمام. هناخد هنا خط منحنى كده وهنبدأ نعمل من خلاله اللي هي الأشكال اللي بتبقى في ظهر السلحفاة تمام. وبنبدأ هنا نمسح الأجزاء دي، ممكن نعمل لها صوابع كده. هو طبعا الاشكال الهندسيه ما هي الا بتديني الشكل او البودي بتاع الرسمه اللي انا هعملها، يعني اقدر اخد بيها الشكل الخارجي وابدا التفاصيل الداخليه بقى دي بتاعتي انا، ببدا ابدع بيها واتخيل شكل الصوابع شكل العين شكل التفاصيل الداخليه على حسب ما انا حاسسها.
استاذ ابراهيم معانا، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم، اتفضل. ازيك يا استاذ، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انا عندي ابني عاوز يتعلم الرسم. تمام يا فندم، تمام. خليه يا فندم يشرفنا في الاكاديميه وان شاء الله يستفاد معانا. احنا عندنا الاكاديميه بنتعامل ثلاث مستويات، مستوى للاطفال ومستويين للكبار، ثلاثيه الابعاد والمنظور والظل والنور، وازاي ترسم بورتريه او ترسم شخص موديل كامل. فان شاء الله باذن الله تستفاد معانا يا فندم. وفي برضو تحسين خط عربي وتحسين خط انجليزي، ان شاء الله باذن الله اطفالنا وشبابنا يقدروا يستفادوا معانا باذن الله. تمام، ناخد فاصل سريع ونرجع لحضراتكم تاني ان شاء الله. ورجعنا لكم تاني مع برنامج الرسام، الرسام والرسام صابر جنيدي معاكم. ان شاء الله هنكمل مع بعض اشكال جديده برضو عشان نفيد اطفالنا اكتر واكتر. احنا ممكن نعمل مع بعض مثلا شكل الكتكوت بشكل كاريكاتيري او شكل اللي هو الكرتوني، برضو بنعمل ده بسيط جدا، يعني بنعمل مجرد دايرتين برضو متداخلين في بعض كده. تمام، بمسح الجزء ده ونفس الكلام العينين، وببدأ اعمل هنا جزء صغير كده زي ريشة. تمام، ودي منحنى كده ودي جزء كده زي مثلث. تمام، النظرة بتاعت الكتكوت. تمام، ببدأ اعمل هنا دوران خفيف كده واعمل له دورانات كده بحيث ان يديني شكل الجناح كده. تمام، هبدأ اعمل شكلين مستطيلين بشكل رفيع كده. معانا اتصال، مدام عبير اتفضلي يا فندم. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ وعليكم السلام، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي يا فندم. حضرتك، انا انس ابني عندك في الاكاديميه. تمام يا فندم. مستواه كويس جدا. ماله يا فندم؟ انس ابني، انس ابني عند حضرتك في الاكاديميه. اهلا يا فندم، اهلا يا فندم. ايوه يا فندم، بقاله 3 شهور وما شاء الله بقى مستواه كويس جدا. الحمد لله يا فندم، احنا الحمد لله بـ 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 بنشتغل بـ بدقه يعني بنتعامل مع الطفل بشكل معين وشكل خاص، بحيث ان احنا نقدر نوصله المعلومه او ننمي عنده الموهبه بشكل جميل وبسيط يعني. تمام، معانا ريهام. اه اتفضلي يا فندم. لو سمحت كنت عايزه اسال، ايوه يا فندم، كنت عايزه اسال عن الالوان اللي هي المفروض تتكتب عن الدرس، الوان نرسم بيها ونلون بيها يعني. هو طبعا بالنسبه للاطفال بيبقى الالوان الخشبيه والالوان الفلوماستر، وبعد كده بعد ما بيبدا يتدرب عليهم يبدا ممكن يتعلم واحده واحده على الالوان الجواش، الالوان المائيه. وطبعا ده مستوى الطفل يعني، بعد كده بقى ممكن يتعامل اللي هو السن الكبير بالالوان الجواش او الالوان الزيتيه والاكليريك اللي هي البلاستيك. ماشي يا فندم، نكمل مع بعض رسمه الكتكوت. تمام، نبدا هنمسح الجزء ده من المستطيل ونبدا نعمل ايه، صوابع الكتكوت بالشكل الكاريكاتيري ده، الشكل الكرتوني ده. تمام، بنعمل دي دوران كده، وهنا بشكل بسيط جدا قدرنا نوصل لشكل الكتكوت بالشكل ده. لما بيتلون بيبقى شكله جميل جدا. ناخد شكل كمان، لو حبينا نعمل الشكل ده بمنظور جانبي كده هنعمل المثلث، الجزء ده هيتعمل هنا. تمام، ونبدأ ناخد عين واحدة لأن المنظور جانبي. تمام، ببدأ أخد برضو الدايرة دي كده، وطبعا ده المنقار بتاع الكتكوت، والعين تكمل والريشة، وأبدأ أمسح الجزء ده. تمام، ببدأ هنا، ببدأ الجناح ده كده، وببدأ أعمل برضو الشكل المستطيل كده
بس طبعا هنا عشان المنظور امامي بيبقى فيه مسافه ما بين الرجلين، هنا المنظور جانبي يبقى الرجل تبقى جنب الرجل التانية واقصر منها بشويه عشان تبان ان هي ورا الرجل الاولانيه. تمام، ببدا اخد هنا الصوابع. تمام كده وصلنا برضو للشكل، شكل منظور مختلف بالنسبه للكتكوت الكرتوني. تمام، هنشوف مع مهند كده عشان اطفالنا يركزوا معانا. تمام، هيرسم شكل الكتكوت، الدايره الاولانيه وبعد كده الدايره الثانيه. ارسم ده او ده، ماشي يلا الدايره الثانيه. تمام، امسح الجزء يلا اللي فوق ده، اعمل الاجنحه او العين. ماشي يلا العين الثانيه، المثلث اللي هو المنحنى، المنحنى خفيف كده وتحتيه مثلث. تمام، الريشة من فوق. ماشي يلا، تمام يلا اعمل الجناح، جناح يمين وجناح شمال. وطبعا زي ما احنا قلنا السبورة عشان ملمسها ناعم، فممكن هو كطفل بيبقى صعب عليه شويه، بيجي الخطوط مش مظبوطه، لكن طبعا في السكتش مع بعض لو احنا متابعين مع بعض بالسكتش الطفل هيكتب على الورق افضل وهيبقى سهل بالنسبه له، وهيبان الشكل ما فيهوش اي تعريج في الخط. تمام، امسح الجزء ده كده، بص امسح الجزء اللي هو ده دي كده زي ما هي كده، امسح الجزء ده كده، كمل يلا بقى وامسح دي وكمل الرجلين. برافو عليك يا مهند. زي ما انتم شايفين الطفل بيبص للطريقة ويركز فيها ويلاقيها سهلة جدا وبتجيب معاه نتيجة بتقرب معاه الشكل قوي، فما يتعود عليها مرة واثنين وتلاتة هتنمي عنده الموهبة الموضوع هيثبت في دماغه وهيبدأ يشتغل. بإذن الله بعد كده إن شاء الله هيبقى في حلقات أو مراحل للتلوين، هنعلم الأطفال إزاي يلونوا وإزاي يكونوا الألوان ونديهم خلفية عن الألوان الهادئة والألوان المشعلة أو الألوان الباردة والألوان السخنة زي ما الاسم المتبع يعني. هنبدأ نعمل شكل تاني سريعا. تمام، هو احنا لو عملنا العصفورة هيبقى برضو هتتكون معانا من شكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده كمان، هنا شكلين بيضاويين بشكل مايل. تمام، ببدأ هنا اعمل شكل مستطيل مايل بنفس الشكل ده. تمام، هبدا امسح الجزء ده وامسح الجزء ده وابدا اعمل هنا دايره وابدا اعمل هنا مثلث. تمام، ده المنار بتاع العصفوره، وابدا هنا اعمل الجناح بتاع العصفوره والجزء ده كده. طبعا الجزء ده هبدا اعمله ايه كده، دي للعصفورة، وهنا هبدأ أعمل رجل العصفورة كده. تمام، بشكل مبسط جدا قدرنا نعمل شكل العصفورة. ممكن أعمل لها هنا فرع على اعتبار إن هي واقفة على الفرع الشجرة بشكل مبسط جدا. تمام، بشكل مبسط جدا واقفة على الشجرة. تمام،
في التلوين بقى بيبدأ نلون ونبدأ في الألوان. احنا بس الحلقة بتاعت النهاردة بنعرفكم ازاي نوصل للشكل الخارجي او الاوت لاين، الخطوط الخارجية لكل رسمة نقدر نرسمها من خلال الاشكال الهندسية بطريقة مبسطة جدا. ممكن نعمل مثلا لو عايزين نعمل مجموعة وشوش مثلا من خلال الاشكال البيضاوية، يعني انا ممكن اعمل الام شنات بتاعة الفيس والواتس والكلام ده من خلال دواير كده، كده حزين مثلا، كده كده مثلا، مبتسم، تمام. نقدر من خلال التشكيل الداخلي جوه الدايره نقدر نوصل لتعبير الوش ده. دي بالنسبه للحاجات اللي هي الاوميشنات، الحاجات الخفيفه قوي. وممكن ده ننفذه برضه في الشكل نفسه اللي هو لو هنعمل شخصيه، يعني احنا من خلال شكل البق او طريقه شكل البق نقدر نوصل لابتسامه، لحزن، رياكشن العين يبان، كل ده بنحدده داخل الدايره. وزي ما قلنا، انا بس عايز ادي حاجه سريعه كده برضو، احنا من شويه عملنا الدايره الوش الامامي اللي هو بتاع الشخص، اعمل شكل بيضاوي واقدر اوصله كده يبقى شكل ايه الكلام ده. هنا من خلال الدايره انا اقدر احدد اتجاه الوش، انا اقدر احدد هنا اتجاه الوش على حسب الخط اللي انا هقسمه هنا في النص. لو انا عملت الخط اللي في النص ده يبقى الوش كده ايه، يعني منظور امامي باصص لي، تمام. هبدا هنا لو انا حابب ان انا اعمل النظره يمين او شمال ببدا اشتغل كده، يبقى الخط ده كده هيتنقل هنا، هبدا الوش يلف معايا شمال، تمام. عايز الف الوش كمان هبدا اديله هنا كده، يعني المناخير بدل العين والمناخير بدل ما يبقوا هنا هيترحلوا كده بمنظور معين. وكل ما اجي الف هلاقي العين اليمين بالنسبه للاتجاه ده هلاقي العين الكبير اليمين طبيعيه بشكلها الطبيعي، والتانيه بتصغر بتلف معايا بتصغر جزء جزء بحيث ان هي تبين لي النظره يمين او شمال. ونفس الكلام اللي بننفذه الناحيه دي بننفذه برضو الناحيه التانيه. دي معلومة سريعة بس كده بالنسبة لشغل الأشخاص، تمام. ممكن ناخد شكل تاني، تمام. يعني حبينا مثلا نرسم الفواكه، يعني فواكه سريعة كده عشان وقت برنامجنا. دي مثلا البرتقانة دايرة اهي، وادي مجرد وادي الورقة بتاعتها. عايز ارسم تفاحة، تفاحة اهي وشكل بيضاوي اهو، تمام. ببدأ اخد دي كده ودي كده ودي كده تفاحة، تمام. دي حاجات سريعة للفواكه برضو عن طريق الاشكال الهندسية نقدر نوصل لها. ودلوقتي في نهاية حلقتنا بشكركم جدا، وبشكر اللي تابعوني، وبشكر الناس اللي اتصلت بيا عشان تستفاد. وان شاء الله في الحلقات القادمه نبدا نجهز مع بعض، من قبل الحلقه نبدا نجهز سكتش، والاب والام يتابعوا معانا مع الاطفال، وهنستفاد كتير جدا باذن الله. هيبقى في افكار جديده وحاجات جديده هنتعلمها مع بعض، تمام. فان شاء الله تابعونا في الحلقات القادمه، وباذن الله ربنا يجعلنا سبب ان احنا نفيد الاطفال ونعلم اطفالنا وشبابنا، وبإذن الله نفيدكم كلكم. وبشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.